ملعب فيه للعميد حضارة كبيرة وكبيرة جدا وتاريخ ممتد هنا رسمه ابناء العميد الذين تعاقبوا على ارتداء شعار هذا الفريق، اختير الملعب ليكن مسرحا لكأس السوبر الإماراتي في توقيت مهم جدا، كنا نتوقع ان تأخير كأس السوبر سيضيع علينا الكثير من متعة مباريات افتتاح الدوري ولكن ها هنا نشاهد تغطية استثنائية وحضور مميز وفريقين وصلا إلى هذا المكان وهما الأجدر بلا شك الزعيم يواجه الشارقة في مباراة مرتقبة من الطرفين مباراة جماهيرها تتوزع على أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ليسجلوا حضورا في ملعب العميد وذلك يوم قد قبل 24 ساعة اخترنا موقعا جديدا لموقعة المباراة أتينا واقتربنا أكثر من أرضية الملعب لتكن الخلفية هذه الجميلة بلا شك استاذ المكتوم في دبي هذا الاستاذ الذي تم تحديثه ليكون واحدا من أفضل الملاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة البداية يسعدني أن أرحب كذلك بضيوفي الأعزاء اللي بلا شك سيعني يرافقوني في هذا الاستديو البدايه مع الاستاذ علي حميد يا اهلا ومرحبا مرحبا عبد الرحمن مساك الله بالخير مساء الخير على ضيوفنا واخواننا مساء الخير كذلك على مشاهدي قناه الشارج الرياضيه من كذلك يعني النظره الفنيه البحته الكابتن عبد الوهاب عبد القادر يا أهلا ومرحبا كابتن حياك الله ابو عبد الرحمن وتحياتي للاخوان ايضا ونتمنى ان شاء الله تكون لقاءاتنا جميلة وممتعة مثل مثل الفرق اللي راح تلعب بإذن الله وكذلك على الجانب يعني الإداري وما يرافق هذه المباريات من عمل إداري كبير عصام عبد الله يا هلا ومرحبا يا هلا يا أبو عبد الرحمن رحب فيك ونرحب في مشاهدينا الكرام دائما في وسائل الإعلام لا بد أن يكون هناك محايدا حميد يوسف اخترنا محايد البرنامج اليوم حميد يا ومرحبا اهلا وسهلا الله يحييك حياك الله محايد لانه لك طرف في اللقاء عصام لو بيقول ما بشد و... ويا العين خلاص وياي انا ويا العين توقعت الشارجه انت ويا العين توقعت الشارجه <applause> لا لا خليك يا شارجه <applause> العين يا <applause> أصام قبل بدايه المباراه دائما هناك عمل كبير وكبير جدا يقوم به الاداريين الان عمل المدربين خلاص انتهى لا يمكن أن يضيف شيء قبل المباراة بدقائق معدودة قبل المباراة بساعات معدودة الآن عمل إداري عمل لاعبين مسؤولية لاعب عدم متابعة كل ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي الذهاب مبكرا للنوم كلها أمور يعني تساعد اللاعبين في تقديم مستويات مميزة وهني يكون في عمل إداري كبير جدا بسم الله الرحمن الرحيم أولا خلنا نتكلم شوي عن النادي العريق وهو عميد دا. عميد الانديه اللي اللي شفنا الكره الاوروبيه من خلال معقل العميد الملعب جميل ويذكرنا بايام المباريات الجميله للعميد والجيل اللي كان موجود نتمنى عوده نادي النصر ويفرحون ما نبغي الناس تي وتفرح في معقل العميد نبغي جمهور العميد والعميد هو اللي يفرح ابو عبد الرحمن اذا بنتكلم عن عن العمل الاداري، العمل الاداري مو من اليوم، العمل الاداري من نعم بعد اخر مباراه هناك تجهيزات خاصه نعم فيما يخص فيما يخص الفريق الفريق، فيما يخص صحيح الامور اللوجستيه، فيما يخص ملاعب التمرين، المدرب يطلب مفروض انت من عند المدرب تي وتقول له والله انا شو الاحتياج اللي عندك في مدرب يقول لك انا بروح قبل المباراه بيوم في صحيح مدرب قبلها بثلاث ايام في مدرب قبلها بيومين مثل ما صار مع نادي العين من يومين هم موجودين هنا نعم تمرنوا في الملعب الخارجي اليوم الملعب الرئيسي الفندق ابو عبد الرحمن تواجدك في الفندق ما في اي خطا لازم يصير طيب انا انا بكترب اكثر من يعني مقر اقامه اللاعبين وما شابه ذلك مع مراسلين الاعزاء اللي ينتشرون اليوم في اكثر من مكان البدايه راح تكون مع الزميل يوسف صالح اللي متواجد على مدخل استاد المكتوم وكذلك يعني امام هذا الملعب الكبير والتحفه المعماريه الجميله الزميل علي الكلباني يتواجد في منطقه الفعاليات كذلك في استاد المكتوم هنا بالقرب منا بينما الزميل محمد عمران في فندق اقامه فريق الشارقه ماريوت الجداف وزكريا مستوي يتواجد في مقر اقامه فريق العين فندق روتانا الجداف البدايه مع الزميل يوسف صالح يوسف كيف هي الاستعدادات يعني امام هذا الملعب الكبير وبلا شك هناك عمل كبير يقام داخل الملعب وانت كنت متواجد قبل قليل تفضل يوسف تحية طيبة لك زميلي إبراهيم الزعابي وعلى ضيوفك المدربين المحللين الكبار وعلى متابعي قناة الشارقة الرياضية وبالطبع لزملائي المراسلين اليوم المتواجدين من كل في كل مكان لتغطية هذا الحدث الاستثنائي اللي الكل ينتظره اللي كل يالس ينتظر هذا الحدث في يوم غد اليوم نحن متواجدين أمام مدخل كبار الشخصيات هذا المدخل الذي أكيد يوم غد سوف يستقبل الوفود وكبار الشخصيات ليحضروا لمشاهدة هذه المباراة الكبيرة التي تجمع بين قطبي الأندية قطبي الأندية الإماراتية نتكلم عن نادي الشارجة ونتكلم عن نادي العين إذا بنتكلم عن الاستعدادات بالطبع زميل إبراهيم كنا متواجدين مع عدسة قناة الشارقة الرياضية منذ الوقت المبكر لي يعني تغطية مجريات الأحداث والاستعدادات ما قبل انطلاقة هذه المواجهة إذا بنتكلم بداية عن استعدادات رابطة المحترفين رابطة المحترفين أعدت لهذا الحدث الكبير الكثير من الاستعدادات الكثير من التقنيات الحديثة وأيضا تسهيلات الجماهير والذي سوف يكون لنا ايضا مداخله مع سعاده سالم الحسني المدير التنفيذي لرابطه المحترفين ليتحدث لنا عن جوانب التسويق والخطط الاعلاميه التي يتبعها الرابطه لانجاح هذه الفعاليه اذا بنتكلم عن جانب الفريقين بالطبع كنا نحن متواجدين في المران الرئيسي بدايه كان مع مران نادي الشارقه كان هناك روح معنويه عاليه غياب لاعب واحد واكيد راح يكون مؤثر لنادي الشارجه لكن عناصر اكيد نادي الشارجه الكل حاضر ومتواجد نتكلم عن غياب اللاعب بيانيتش من جانب اخر نتكلم عن نادي العين اللي كان متواجد منذ يومين معسكر في نادي في اماره دبي روح معنويه عاليه شاهدناها في في لاعبي نادي العين معنوياتهم عاليه كان لنا لقاء مع الجهاز الفني لنادي العين الكل يعني متحمس انه يتابع هذه المباراه شفنا ايضا الجماهير نادي العين اذا بنتكلم عن جماهير نادي العين عدت يعني استعداداتها قبل انطلاقة هذه المواجهة من تزيين المدرج ووضع الأعلام استعدادا للحدث الكبير نحن اليوم متواجدين أمام مدخل كبار الشخصيات راح نتريى أكيد أخذ لقاء مع مسؤول المدير التنفيذي اللي المحترفين إلى ذلك الحين سوف نرصد لك كل الأحداث زميلي إبراهيم الزعابي وأكيد راح تكون لنا عودة مرة أخرى بلا شك يعني بلا شك أحداث كبيرة منتظرة واستعدادات كبيرة وكبيرة جدا كذلك يعني في استاذ المكتوم في هذه الأثناء للاستعداد للحفل الكبير منطقة للفعاليات مخصصة للجماهير وفيها صوت وصورة الزميل علي الكلباني ما الجديد لديك علي من هذه المنطقة وشو موعودين جماهير السوبر في يوم قد بإذن الله نعم تحياتي لك زميلي ابراهيم الزعابي وتحياتي لضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الشارقه الرياضيه، بدايه زميلي ابراهيم لابد ان نشكر رابطه المحترفين الاماراتيه بقياده سعاده عبد الله ناصر الجنيبي، يعني هذه الرابطه ابدعت ابتكرت ويعني فكرت خارج الصندوق هذا اللي قاعدين نشوفه للترويج لكاس السوبر له تخطيط مسبق وبالفعل يعني لاقى مستوى على مستوى ليس فقط على المستوى الاماراتي او على الصعيد العربي بل على المستوى العالمي وهناك من يعني يدير هذه البوصله وهو طبعا اكيد الاعلامي الاستاذ علي الهاجري هذه احد طبعا يعني الاشياء او الفعاليات المصاحبه لهذا الكرنفال والعرس الرياضي مثل ما نشاهد طبعا زميلي علي او ابراهيم الزعابي مثل ما نشاهد طبعا هذه هي الفعاليات المتواجده الصغير الكبير يعني يعيش يعيش اجمل الايام اللي قاعدين نشاهدها يا يعني ليت انا صراحه اشوف دائما مثل قبل اي مباراه كبيره او اي مباراه قويه لابد ان نشاهد صراحه مثل هذه الفعاليات ومثل هذا الكرنفال الجميل لان صراحه كل ما نشوف هذا كل ما يبدعون اعتقد وانا واحد منهم كل ما نبدع نحن كمراسلين وللعلم هذا هو الكاس طبعا اكيد مثل ما تشوفه هو على يساري واي واحد اللي حاب يشوف الكاس واللي حاب يصور كذلك الكاس بامكانه انه يتواجد ويصور مع الكاس راح تكون ان شاء الله عندي تغطيه يعني في زوايا هذا المكان وكذلك بعض اللقاءات للاخوه المتواجدين لذلك الوقت تعودك الكلمه زميلي ابراهيم شكرا علي بلا شك يعني منتظرين منك الكثير انت والزملاء المتواجدين الان محمد عمران اللي متواجد في مقر اقامه لاعبي فريق الشارقه وبلا شك يا عم الهدوء المكان ولا ماذا يا محمد عمران نعم زميل إبراهيم أمسي عليك بالخير وعلى ضيوفك ومشاهدي الشارقة الرياضية من الجداف ماريوت حيث يقيم فريق الشارقة بعد طبعا قبل ساعة ونصف من الآن وصلت بعثة فريق الشارقة من أداها المران الأخير على استاد آل مكتوم بنادي النصر هذا النادي المميز اللي نحن فيه بشغف وبحب ننتظر اللقاء المرتقب للأمانة زميل إبراهيم مسؤولي الفريقين قرروا عدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي قبيل المباراة المنتظرة وهذا حق مشروع لهم نحن وجودنا هنا لاطمئنان الجماهير عليهم وعلى محبي الملك بتاكيد عشنا ايام جميله خلال الفتره السابقه تصريحات من محبي الملك ومن محبي الزعيم ايضا الشارع الرياضي باكمله يتكلم عن هذه المواجهه عن قوه الفريقين عن نشوه العين عن قوه الشارقه بالاسماء اللي موجوده في بالتاكيد هذه الاجواء الجميله لن تكتمل صورتها الا في مساء الغد حيث يلتقي الزعيم والملك ستكون ايضا تغطيتنا المميزه منذ ساعات الصباح الباكر غدا باذن الله نتمنى مشاهده اجواء جميله عبر قناه الشارقه الرياضيه زميلي ابراهيم هذا ما لدي من ماريوت الجداف حيث مقر اقامه بعثه نادي الشارقه شكرا شكرا محمد بلا شك يعني قبل قليل اذا وصلت بعثه نادي الشارقه الى مقر إقامته واللي اختارت الاقامه قبل يوم تحديدا من المباراه بخلاف نادي العين اللي يتواجد زكريا مستوي في مقر اقامته اللي يقيم هذا ثاني يوم له في مدينه دبي استعدادا لهذه المباراه. زكريا ما الجديد لديك هناك في مقر اقامه نادي العين؟ تحية رياضية زميلي إبراهيم الزعابي تحية لك شخصيا ولضيوفك الكرام في استوديو ملعبنا وكذلك لكل المشاهدين والمتابعين لقناة الشارقة الرياضية من هنا من فندق روتانا الجدة في هذا الملعب الذي يبعد بأربعة كيلومترات فاصلة سبعة عن ملعب المكتوم ملعب نادي النصر تقريبا تسعة دقائق بالتحديد من الملعب من الفندق مباشرة إلى ملعب المكتوم وبالتالي جزئية أعتقد مهمة جدا بالنسبه لاداره نادي العين في اختيارها لهذا الفندق منذ لحظات من الان كذلك زميلي ابراهيم كان هنالك دخول لمعظم لاعبي نادي العين بعد الحصه الاخيره التي قام باجرائها هناك على ارضيه ملعب المكتوم ابتسامه عريضه كانت على محيا اللاعبين خاصه بالنسبه للاباكوجو وكذلك للطاقم الفني ولكايو كانيدو وبندر الأحباب. قائد الفريق ولمختلف لاعبي نادي العين هذا الموعد الرياضي المنتظر بقوه بالنسبه لجماهير الناديين خاصه وانه يجمع الفريقين لاول مره في نهائيات كاس السوبر، كاس السوبر لاول مره في الامارات سيجمع النادي العين ونادي الشارقه احد ابرز قطبي احد اقطاب كره القدم في الامارات، ربما واحد من ابرز الاخبار الحصريه في هذه السهره الرياضيه من هنا من فندق روتانا الجداف إبراهيم وأن جماهير نادي العين غدا على أرضية وعلى مدرجات ملعب المكتوم بنادي النصر بصادة التحضير منذ لحظات كذلك للوحة فنية أو ما يسمى بين قوسين بيتيفو تيفو خاص سيكون غدا على مدرجات ملعب نادي النصر خاص بجماهير نادي العين هذه هي الجماهير التي كثيرا ما أبدعت عبر مختلف الملاعب الإماراتية خاصة بتحديد هناك في ملعب على على مدرجات ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين وبالتالي المباراة نعتقد من دون شك أنها ستكون كبيرة ومثيرة بين جماهير الناديين وبين اللاعبين كذلك والطاقم الفني للفريقين شكرا زملائي وبلا شك راح نعود لكم جميعا كل من زاوية مميزة يقتنصها لنقل أبرز ما يدور قبل هذه المباراة المرتقبة شكرا لكم جميعا الكابتن عبد الوهاب يعني كل هذه الأمور وما يصاحبها يبقى العمل الفني مهم ومهم جدا ولكن لا يوجد ما يمكن إخفاءه ولا يوجد ما ممكن المفاجأة فيه فنيا لأن الأمور مكشوفة تماما بالنسبة للمدربين بسم الله الرحمن الرحيم اكيد يعني تعرف الفريقين الان هم مهيئين بشكل كبير اكثر من مباراه في الدوري ايضا العين اجى ستيب باي بدا الان تظهر معالم الفريق اللي نعرفه الفريق المميز الفريق الكبير نعم اللي يؤدي ادواره بشكل فعال خلال هاي الفتره ايضا كمدرب بدأت الامور تتضح الى للاعبين المميزين اللي يشاركون يعني احنا نعرف فريق العين اه يمتاز بالجانب الهجومي وعنده مثل ارك عنده اه اه بندر يعني هذول دون مسانده فعاله في الهجوم لكن يبقى احنا نقول الفريق في الحاله الدفاعيه هناك اخطاء كثيره في الوضع الدفاعي وبالاخص في العمق الدفاعي يعني بين قوامي وبين ايضا تين الان نعم. آه موجود لكن ايضا لعيبه الارتكاز لعيبه المحور انا في تقديري في الفريقين يعني. لعيبه المح... المحور ما يؤدون ادوارهم بشكل فاعل ولذلك اعتمادهم اعتماد كلي على الجانب الهجومي من سفيان الى آه الى لابه الى اذا لعب نقول كايو او لعب يرملينكو يعني الفريق بدا تظهر ملامح الفريق المميز الانسجام واضح صحيح واحد يكمل الاخر لكن الاخطاء لا زالت متواجده في الفريقين يعني حقيقه. فريق الشارقه الشارقه فريق آآ آآ لربما يركز على الجانب الدفاعي بشكل كبير لكن ايضا الاخطاء متواجده فانا في تقديري التشكيله المناسبه تلعب دور كبير. لا فريق العين الان التشكيله ما واضحه، فريق الشارقه لربما هناك بين الحسن صالح وبين ماركوس ميلوني أنا في تقديري ميلوني هو الأفضل نعم. من جميع النواحي من الناحية الدفاعية من المشاركة الهجومية الارتداد السريع أما الحسن صالح لاعب جيد لكن لاعب كلاسيكي واضح ينقرى بسهولة من قبل اللاعب الآخرين طيب. عموما نحن نتحدث على فريقين كبار أكيد بالسنة. الآن في قمة عطائهم نعم من الصعوبة أنه يترشح فريق العين أو الشارقة أنا في تقديري أنه الكفة متوازنة لكن هناك في كرة القدم التوفيق يجب أن يصاحب الفريقين نتمنى تكون المباراة على مستوى عالي إن شاء الله بالله. من الأداء بإذن الله محمد اقتربنا من استاذ المكتوم والتحضيرات اللي قاعدين نشوفها تنذر ان في هناك يعني حدث كرنفالي كبير تنذر ان هناك في تجهيز كبير جدا اكيد التجهيز مش من هذا اليوم الا من ايام عديده قبل في عدسات اعلاميين بدات تنصب يعني اماكنها في كل مكان وهذا دليل ان بنشوف نسخه استثنائيه من سوبر مميز يعني طال انتظاره وطال انتظار ان يكون عندنا مباراه بهذا الحجم للامانه. اولا نشوف اخوي عبد الرحمن للعلم يعني استاذ المكتوم سيستضيف النسخه السادسه نعم لكاس السوبر انا شخصيا يمكن حضرت يعني اغلب النسخ الموجوده هذه من كاس السوبر لكن مثل الاستعدادات اللي قاعد اشوفها ما شفتها قبل ابدا يعني هناك في عمل غير مسبوق عمل اعلامي غير مسبوق عمل اداري غير مسبوق من جانب رابطه المحترفين اليوم لو تدخل النادي حتلاقي خلية نحل نعم حتلاقي الفرق الشعبية موجودة حتلاقي كذلك فرق أخرى موجودة الكل قاعد يعمل بروفات ويحضر عشان الحفل باشر إذا هذا يعني أن إحنا أمام مشروع مهرجان وليس مباراة صحيح المباراة تختلف ممكن تكون 90 دقيقة وانت تنتهي لكن أنت أمام مشروع مهرجان كبير جداً الاماره ستحتفي بهذه الكاس وستحتفي بفريق نادي الشارجه وفريق نادي العين للعلم باشر هناك 37 كاميرا راح تنقل المباراه نعم وهذا الرقم لم يكن مسبوقا اطلاقا يعني غير مسبوق هذا من جانب من جانب اخر هناك عشر قنوات ستنقل المباراه وهذا رقم غير مسبوق ابدا القنوات ليست فقط قنوات عربيه ولكن هناك قنوات اجنبيه ولاول مره حتشوف القنوات الاجنبيه تنقل مباراه السوبر الاماراتي ناهيك عن ان اللي قاعد يحصل الان في بالنسبه للقسم الاعلامي الموجود في الرابطه حقيقه لعب دور كبير جدا على على على, على ساحه السوشيال ميديا في من المواد اللي يقدمها ناهيك عن القنوات الرياضيه اليوم قناه الشارج الرياضي تتفاعل مع الحدث قبل الحدث بخمسه ايام هذا غير مسبوق ابدا يعني نعم. هذا دليل على مدى قيمه واهميه هذا الحدث الامور الاخرى ان انت لما تسلط الضوء بهذه الصوره بهذه الكثافه بهذه القوه على حدث تكرر مرات المره هذه معناته ان الحدث استثنائي وغير عادي معناته ان في مشروع احنا امام مشروع خطير وقوي جدا معناته ان الجماهير راح تستمتع عبر القنوات الرياضيه عبر قناه الشارجه عبر القنوات الاخرى عبر الساحات والمنصات الاخرى بمباراه واحتفال استثنائي في دوله الامارات العربيه يدل على مدى ما وصلت له الجوانب الإدارية نعم. على مستوى الرابطة في دولة الإمارات العربية إحنا أحسن من ننظم صحيح إحنا صراحة يعني والدليل اليوم لما تطالع تشوف بعض الروابط الموجودة عندنا في دول الخليج أو في المنطقة أيون قد لا تكون زيارات معلنة ولكن يون عشان يبغون يعرفون شو اللي قاعد يصير نعم. هذا دليل على أن إحنا بدينا نخطو، انا اتمنى شخصيا ان شاء الله ان احنا بقدر ما احنا متطورين على مستوى التنظيم وعلى هذا المستوى نتمنى ان نصل بكرتنا الى ذلك المستوى لكن نتباهى بان احنا على مستوى التنظيم مميزين صحيح على مستوى كذلك كره القدم احنا مميزين باذن الله. حميد اجواء مثاليه يعني خلينا نقول بلغه اللاعبين اجواء كره قدم توقيت مثالي احنا الان متواجدين يعني في في استديو خارجي الجو مثالي في في لمباراه سوبر بالنسبه لما كانت تلعب عليه في بدايه الصيف دائما كنا في مباراه السوبر في بدايه الصيف نقول ان ان الاجواء حاره الاجواء متعبه للاعبين اول مباراه اليوم انت امام فرصه كذلك لترحيل هذه المباراه اذا اذا سمح اليوم الوقت مثالي الوضع جدا مميز جهازية اللاعبين كبيره فاتوقع هذا افضل توقيت يلعب فيه تلعب فيه المباراه عبد الرحمن ما دام نحن في الصرح الكبير هذا نادي النصر تاريخ العريض لا بد ان نتكلم ونذكر المرحوم الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم الروحي لرياضه الامارات بشكل عام والاب الروحي لرياضه انديه دبي والداعم الاول للالعاب الفرديه والجماعيه وكره القدم يعني وكذلك على مستوى الدوله يعني المسابقات التراثيه والتقليديه منها البحريه بمختلف مستوياتها ويعني يعني الامور هذه كلها لابد يعني الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه كان يعني داعم للرياضه بشكل كبير يعني ما حد ينكر الجهد اللي بذل سموه اكيد بلا طول طول حياته وكنا دائما ننتظر يعني مقابلة القفار أن نستمتع بحديثه الله يرحمه ويغفر له نعم. لذلك النادي هذا يبقى بلا شك يعني الشيخ حمدان المكتوم الله يغفر له ويرحمه أحد الرموز الرياضية اللي يعني تركت بصمة كبيرة جدا في مختلف الجوانب العمل الإنساني العمل الإداري كان مساندا دائما لأشقاء في إدارة دبي إلى الأفضل وبتبغى دبي دائما مميزة وتذكر مع آثر الشيخ حمدان بلا شك الله يرحمه اما بالنسبه لعبد الرحمن الكاس السوبر في بدايه الموسم يعني في نقاط ايجابيه ونقاط يعني تكون احيانا مهمه للفريقين المتبارين في بدايه الموسم انك انت تشوف مدى جاهزيه الفريقين لبدايه لبدا الموسم ما قبل انطلاقه الدوري مستوى الفريقين شو يكون وتعرف كيف تم اعداد الفريق، نعم. لعيب المستقطبين الجدد اللي انضموا، طريقة لعب المدرب، كل هالامور تكون أنت يعني شو بدايت... تفضل حميد في بداية الموسم المباراة ولا التوقيت الحالي اللي تلعب فيه؟ يعني ليش ما تكون مثلا مباراة السوبر بعد انتهاء الدور الأول؟ لأن حسب العرف هي تبدأ نعم. بداية الموسم صحيح ولكن لأسباب خارجة عن يعني إرادة مثلا المنظمين ك... كرابطه لا. انه تم تاجيل المباراه وخاصه انه ما تم تحديد بطل الكاس الا, إلا في مباراه الشارج الوحده الوحده من شهرين تقريبا او ثلاثه لذلك هناك عوامل احيانا تكون واقفه يعني ضد ان المباراه تكون في بدايه الموسم ممكن الراي الاخر الاتفاق انه في نهايه الدور الاول ان الفريق الفريقين لعبوا مباريات كثيره الفريقين يعني نعم في مستوى عالي صحيح جو مثالي للتنظيم لذلك في فريق أكيد يختار لك المباراه اللي تكون بدايه الموسم صحيح وفريق بيختار لك الوقت الحالي اكيد بلا شك بدا كذلك العمل كبير لمراسلينا وتحديدا الان مع يوسف صالح اللي يتواجد هنا في مدخل كبار الشخصيات لنادي النصر، يوسف صوت صوره لك تفضل. تحيه طيبه لك زميلي ابراهيم الزعابي وعلى ضيوفك الكرام ومتابعي قناه الشارقه الرياضيه من هنا من مدخل كبار الشخصيات في نادي النصر الذي سوف يحتضن نهائي السوبر بين الشارقه والعين، نهائي مرتقب جماهيريا وأيضا على المستوى الوطن العربي والعالمي الكل يترقب هذه البطولة الكبيرة بحكم أنها تجمع بين فريقين عريقين في دولة الإمارات والجميل من ذلك المبادرات الإعلامية التي انطلقت منذ أشهر طويلة في إنجاح هذه البطولة الكبيرة في يدي الآن كتيب جميل يتكلم عن تفاصيل واحداث وارقام عن هذه المباراه الكبيره المرتقبه، تفاصيل الحملات الاعلانيه والتسويقيه سوف نتحدث عنها مع سعادة وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطه المحترفين، سعادتك نرحب بك عبر قناه الشارقه الرياضيه، نجاح اي بطوله اكيد دور اعلامي تسويقي كبير، حابين نتعرف شو اعددتم حول هذه المبادرات الاعلاميه والتسويقيه في انجاح هذه المبادره واللي نحن لمسناها كاعلاميين وكجمهور. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة طبعا أنتم كشريك أساسي أيضا مساهمين في هذا النجاح لله الحمد إحنا قبل شهرين تقريبا من بداية البطولة عددنا شكلنا فريق عمل داخلي لتنظيم هذا الحدث وبالتالي حددنا الأهداف اللي إحنا نستهدفها من رحلة الخطط الترويجية فاستهدفنا المشجعين الحاليين اللي هم الإماراتيين وأيضا المقيمين والأجانب اللي موجودين في الدولة وايضا المتابعين من خارج الوطن خارج في الوطن العربي فلله الحمد وصولنا للتفاعل الايجابي على السوشيال ميديا الاشاد اللي, اللي حصلنا من المسؤولين ومن الجماهير تغطيه الحدث من جميع القنوات الاجنبيه هذا دلدل دل على نجاح حملتنا التسويقيه. سعادتك دامك تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن انا كوني احد يمكن الجماهير المتابعين لمنصه السوشيال ميديا شفنا خلق محتوى جديد ومبتكر من من الماسكين في الحساب اعطى نكهه جميله في التنويع وتوصيل الرساله بطريقه جميله وتحدي روح ايجابي. طبعا احنا سعيدين بالتفاعل الايجابي والحمد لله رب العالمين احنا هذه احنا بعد نستثمر في شبابنا المواطن الاعلاميين المواطنين البارزين كلهم شباب ما شاء الله عليهم مبدعين. تركنا لهم المجال انهم يبدعون بالتنسيق مع فريق الاعلام عندنا بافكار جديده خارج الصندوق مثل ما يقولون ما تكون برامج تقليديه ولكن في نفس الوقت لو لاحظت كل كونتنت يعني كل محتوى يختلف عن الثاني لان الهدف مختلف في تلاقي محتوى لناس معنيين للاجانب والجاليات والتفاعل معهم في محتوى للجماهير الحاليين وتشجيعهم وحماسهم اللي فرقهم وكيف يشوفون اللقاءات فحاولنا ننوع قد ما نقدر هالعصر احنا عايشين فيه العصر الرقمي فلازم احنا نركز على المحتوى في العصر الرقمي. سعادتك اذا بنتكلم عن الخبر اللي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ تذاكر هذه القمه اكيد اليوم تتكلمون عن ناديين كبيرين العين والشارجه يمتلكون يعني يعني كم هائل من الجماهير ولهذا اليوم شفنا نفاذ التذاكر يمكن من ايام قليله من طرح التذاكر شو أعتد 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 اعتدتم للجماهير في اليوم ان الجماهير يستانسون ويستمتعون في اجواء هذه النهائي الجميل. لا باذن الله بيشوفون كل التسهيلات المقدمه من ناحيه وصولهم للاستاد من ناحيه توفير المواقف سواء مواقف استاد المكتوم او المواقف المخصصه عن طريق هيئه ذات المواصلات. الفعاليات كثيره، المبادرات كثيره منها الكرنفال اللي موجود خارج الملعب اللي كان فعال من اربع ايام ليوم المباراه. شركائنا ايضا مقدمين جوائز قيمه سياره تسلا الكهربائيه راح تكون جائزه الكبرى بالاضافه للاجهزه الالكترونيه المقدمه للجماهير بيكون هناك اوبريت للافتتاح الاوبريت هذا فيها قصه جميله عند دوله الامارات اللي هي الامارات في الرياده في كل المجالات. نتكلم ساعتك عن الفانزون ومحتوى فانزون وشو راح يقدم فانزون في استقطاب والفعاليات المصاحبه قبل انطلاقه البطوله. نعم احنا الفانزون هذه فعاليات مجتمعيه وترفيهيه في نفس الوقت نستهدف فيها جميع شرائح المجتمع، بدينا فيها لو لاحظتوا في القريه العالميه. من القريه العالميه نقلناها هنا الاستاد ثلاث اربع ايام قبل الحدث للتسويق والترويج للمباراه وايضا نشر الوعي للاجانب اللي ما عندهم فكره عن رابطه المحترفين ما عندهم فكره عن انديتنا. أن يشوفونهم وطبعا اهم شيء المشاهد يكون بامان بسهوله ويحصل الامور الترفيهيه متوفره ان شاء الله. سعادتك دام تكلمنا عن الامان وعن السهوله كان يمكن في تعاون بينكم وبين دائره النقل بتوفير يمكن توفير مواصلات تسهل عمليه وصول الجماهير من المترو وايضا حافله كل 15 دقيقه يعني هذه مبادرات تسويقيه كبيره من الرابطه. نشكر جميع شركائنا امانه تانية. يعني الرابطه بنفسها ما راح توصل للنجاحات هذه لولا شركائنا الموجودين استراتيجيين وار تي في دبي صراحه قدموا لنا كل الدعم في تقديم هذه التسهيلات للجمهور واللي اعلننا عنها في التواصل الاجتماعي وايضا عن طريق قنواتكم المؤقره ان شاء الله توصل رسائل للجمهور على اساس انه يعرفون شو الانسب لهم ان شاء الله. وديمه سعيد يعني لو نتكلم عن هذه اختيار الاسم سعيد اللي راح يكون يعني مصاحب طيلة الموسم طبعا تميمة هاي كان مشروع من زمان حبينا نطلقه على أساس أن احنا يكون عندنا شخصية تتفاعل مع الأطفال تتفاعل مع الجماهير اه اسم سعيد يبنان أنه شخصية سعيدة اه اسم سعيد سعيد اسم خليجي إماراتي محبوب فنحن نخلق شخصية تكون محبوبة للجماهير والأطفال نتمنى إن شاء الله تنال استحسانهم إن شاء الله شكرا لك سعد أهلا وسهلا تشرف إن شاء الله نعم زميلي إبراهيم سعيد ونحن بإذن الله راح نكون سعداء في نجاح هذه البطولة الكل راح يكون أكيد متكاتف في نجاح هذه البطولة كأس السوبر التي سوف تجمع بين العين والشارقة الكلمة الآن تعود إليك زميلي إبراهيم الزعاب لإستكمال حديثكم بلا شك دور كبير جدا للأخوة في رابطة المحترفين الإماراتية وللأمانة طالما تكلمنا عن هذا الجانب فأنا حاب أني أشيد بالزميل والأخ علي الهاجري في رابطة المحترفين الإماراتية وجانب كبير جدا في اداره الاعلام في هذه الرابطه من ناحيه تطور كبير في المحتوى المقدم بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبه لكل جوله يقدم لنا شيء جديد من خلال فريق عمل من يعني المميزين للامانه الشباب من خيره الوطن، شباب على الجانب الاعلامي نحن في الاستديوهات نتعلم منهم الكثير للامانه. كل الحب كل التقدير كل الامنيات لهم بالتوفيق الاخ علي الهاجري يعني قامه اعلامي ويملك تاريخ كبير جدا في الاعلام الاماراتي وبلا شك هو يضيف هذه الخبرات للاخوه في رابطه المحترفين الاماراتي ومن هذا الجانب نشكر الاخوه في الرابطه لثقتهم بابناء الوطن واعطاهم مساحه كبيره للابداع والتميز مع الامنيات دائما بالتوفيق تقريرنا الاول يتحدث عن مهد من يعني الاماكن اللي استضافت كثير من المباريات الكبيره جدا وهي ملعب المكتوم وهذا الاستاذ اللي على مر التاريخ كان ولا زال محطه مهمه للعديد من الفرق اللي يعني اتت الى هذا الملعب الكبير نتابع من جديد الانظار كلها تتجه نحو التحفه المعماريه ستاد ال مكتوم في دبي الملعب الفيروزي هذا الصرح التاريخي الذي كان شاهدا على الكثير من المباريات الهامه وتحديدا تلك التي كان يخرج منها بطلا متوجا عن احدى البطولات المحليه او الدوليه. معقل نادي النصر يتأهب لاحتضان مواجهة السوبر للمرة الخامسة حيث استضاف هذا الحدث للمرة الأولى موسم 2008-2009 وبعدها في موسم 2010-2011 السوبر عاد مجددا إلى الجوهرة الزرقاء في نسخة 2019-2020 وبقي هناك في الموسم الذي يليه لتكون النسخة الخامسة عشرة من البطولة هي الخامسة التي ستلعب على أرضية استاد المكتوم وفيها الشارقة والعين هما أطراف القمة هذه التحفة المعمارية أعيد افتتاحها بحلة عالمية عام 2019 بالتزامن مع استضافة الإمارات نهائية كأس آسيا حيث يستوعب الملعب 15 ألف متفرج ويعود تأسيسه إلى العام 78 حيث استغرقت أشغال البناء في الشكل الحديث والحالي لاستاد المكتوم نحو 344 يوماً وبات استاد المكتوم بمرافقه الحديثه وموقعه المميز في وسط دانه الدنيا مقصدا لكبرى البطولات الدوليه والمباريات الرسميه والوديه وتبلغ مساحه ارضيه الملعب 7490 مترا مربعا بطول 107 امتار وعرض يصل الى 70 مترا وتعد كشفه الاضاءه بالملعب هي الاولى من نوعها في العالم إذن من جديد هذا الملعب يخطف الأنظار ويستعد ليكون الوجهة الأولى للجماهير غداً التي ستتوافد قبل المواجهة بساعات من أجل الاستمتاع باللقاء وما يسبقه من فعاليات اذا هذا المسرح الجميل سيكون بلا شك مسرحا لهذه المباراه الكبيره واللي راح تستضيف كثير من التفاصيل الكبيره والكبيره جدا بلا شك في يوم راح يكون باذن الله مميز لجماهير وعشاق كره القدم عصام عبدالله الله الامور تمشي على قدم وساق والاستعدادات كبيره وكبيره جدا هني الان يراود اللاعبين دائما البطوله والوصول الى التتويج بلا شك كل ما يصاحب هذه المباراه ينعكس على اللاعبين اما ضغط ايجابي للوصول الى المنصه والتتويج واما احيانا ضغط يتحمل اللاعبين بشكل سلبي يعني ياخذ الامور في اكثر من مجراها ابو عبد الرحمن بس لو نكمل النقطه اللي مساعة سالتني عنها الامور الاداريه تكمله للسؤال اللي سالته الحين بضل. لا هو نفس المحور تقريبا دول الاداريين ابتعاد كل الضغوطات عن اللاعبين سواء كان في الفندق او كان حتى من الامور اللي بسيطه احيانا الجزئيات يمكن اخوي حميد يعرف هذه المواضيع ما تترك اي مفاجآت في يوم قبلها بيوم اقل شيء نقول سواء كان تجهيزات في في الوجبات سواء كان في الغرف سواء كان في المدلكين طيب نزول عطنا نزول سيناريو لما يحدث في يوم المباراه هذا خل المشاهد يعرف شو دور الاداري ومدير الفريق تحديدا ما قبل المباراه ابو عبد الرحمن يوم المباراه ما في شيء طيب يوم المباراة اللاعبين اذا كان المدرب حاط برنامج كابتن عبد الوهاب موجود، البرنامج ناخذ من عند المدرب، في مدربين يطلبون مثلا الفيديو قبل الغداء ويقول لك بعدين الغداء. طيب. في مدربين اذا المباراة متأخرة يقول لك أنا أبى اللعيبة الساعة مثلا 12 يمشون ياخذون جولة، في مدربين مثلا يقول لك لا، أنا أباهم يتغدون ويريحون وعقب بننزل الوقت الفلاني الاجتماع وبعدين على طول نتحرك. على هذا وهذا مسبقا يبلغ فيه اللعيبه طبعا من امس مبلغين البرنامج ما تفاجئهم انت وصح ما عنده شيء موجود في الفندق لكن اللاعب لازم يعرف هذه الامور السيناريو مثلا الحين اذا رجعوا اكيد وجبه العشاء العياده مفتوحه اللي بيتعالج اللي بيروح عند اخصائي العلاج في وجبه ممكن تكون اخر الليل هذه تعطى هذه كلها امور اداريه محسوبه في عندنا الافطار في مكان معين ممنوع حد اي عند اللاعبين تعرف بعض الجماهير واللي يجيك آه. ازعاج الفندق مثلا نفسه مثلا يكون احيانا في ازعاج في اماكن معينه في امور ترى اداريه الواحد ما ما يسوي حسابها مكان الغرف ابو عبد الرحمن هل هي مطلع على شارع هل هي هذه امور جزئيات بسيطة لكن تأثر كلها تتابعونها عصام طبعا طبعا هذا هذا عملك انت هذا عمل هذا داري عمل اداري يتابع يتابع كل شيء او الفريق اللي موجود عنده امور بسيطة احيانا اسمح لي بقول لك يستوي اعراس في الفندق في هذا اليوم انت تبلغ فيه ولا ما في ازعاج نعم يستوي والله يعني بدون احضار العرس ويا يا الله أه تضحك أبو عبد الوهاب اكيد صادفه <applause> وايد هذه امور امور تحصل عندنا وتصير المسافه هل هي محسوبه؟ هي طبعا خمس دقائق الفندق او عشر دقائق لازم تكون محسوبه وتي هني مثل ما تقول المدلكين الاخصائي العلاج العياده متى بتفتح؟ متى تسكر؟ امور كثيره ابو عبد الرحمن المهم لا تترك مفاجاه وهذه يعرفونها، اما فيما يخص الضغوطات اتصور لاعبين من الفريقين اقل واحد فيهم كم عمره؟ خلينا نتكلم عن فريق العين، ما اعرف اعمار فريق الشارجه، فريق العين اقل واحد كم عمره؟ 25 26 سنه ما اعتقد انه انه ما خاض هذه المباراه خاصه في نادي العين، انت دائما دائما في بطولات، دائما في مشاركات، دائما تحت ضغوط، نعم. اللاعبين اتصور متعودين على هذه الاجواء ولكن واعتقد انا ما اخف الضغط عن اللاعبين عشان ما تقول لي انت تخف الضغط. لا اللاعبين الحين ما بيتابعونك. اعتقد ان 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 العين اقل ضغط من الشارجه، طيب العين ما حد طالبها في اول موسم بطوله. كيف اقل ضغط عصام يعني الحين المباراه بتلعب على الفريقين؟ لحظه بكمل لك ترى ما خليتني اكمل. مشينا في في سلسله العين فجاه شاف نفسه وهو مو مطالب منافس طيب وعلى كل البطولات صحيح ولا لا صحيح هل تعتقد انت ان عدم فوز العين بكره راح يغير شيء البطوله الفريقين يبونها لكن تعال بخلاف الشارجه الدعم اللي صار استقطاب اللاعبين اللي موجودين الخساره الاخيره اعتقد يعني امور ان الشارجه لازم يكون في المقدمه، اعتقد انه مطالب اكثر من العين. انا بختلف معاك لكن رايك يحترم بالعكس ما فيها يعني شيء اختلف بس انا اقول لك تتكلم عن ضغوطات العين بطل انا اشوف الاجواء الان اللي موجوده عصام الفريقين محتاجين البطوله وفي هذا بالذات. انا لو جايب 3000 بطوله في موسم بعدها بعدني ابغيها آلاف واحد. صحيح. هذه ما نختلف عليه. ان الجمهور يبغي البطوله والجمهور يبغي كل سنه فريق ينافس واللاعبين يبونها والاداره هذا ما نختلف عليه بس انا اتكلم نعم. لك واقع الضغوطات الان وين موجوده طيب فهذا الشيء فقط اللي بغيت اوضحه بلا شك نحن راح نذهب للقاء تم اجراء اليوم مع احمد الشامسي بعد مران نادي العين مع الزميل محمد عمران نتابع وبعدها نعود بسم الله الرحمن الرحيم احييك اخوي يوسف بغيث احيي الاخوه في الاستديو احيي مشاهدين قناه الشارجه أه والله الحمد دائما نحن متفائلين ما نحن اليوم نحمل شعار الزعيم لابد انك انت تتفائل لابد انك انت تحط في في عينك انك انت اليوم لاي خلينا نقول ان شاء الله للانتصار وغير انتصار لكن في في الاخير هي كره و90 دقيقه شو اللي يصير فيها وبعدها هذا في علم الغيب لكن اللي علينا ان شاء الله نحن مستعدين بشكل مميز وان شاء الله الشباب يكونون على قدر المسؤوليه ونفرح الامه العناويه بكره مخالد مؤشرات نادي العين في الفترة الأخيرة في تصاعد يعني نحن إذا بنتكلم عن الأسهم العالمية نشوف طلوع ونزول الفترة الأخيرة أسهم نادي العين في طلوع يعني كيف تشوف حظوظ العين في هذه المواجهة؟ انا بيني وبينك ولله الحمد يعني مثل ما قلت يمكن في اخر خمس ست مباريات الفريق ولله الحمد قاعد يقدم مستويات ممتازه يقدم نتائج جدا ايجابيه وهذا يمكن ينعكس على على اداء الفريق في خلال يمكن خلينا نقول من نهايه اخر مباراه من الشو من الدور الاول ولغايه اخر مباراه مع فريق اتحاد كلبه ولله الحمد هذه طبعا اكيد هي حاله معنويه مرتفعه حاله فنيه عاليه فاكيد هذا الشيء سلاح لابد بد ان نكون اليوم نسلح فيه لا بد ان يكون عامل ايجابي ان شاء الله لكن مع كل هذا انت اليوم راح تقابل فريق كبير فريق الشارجه فريق مدجج بالنجوم فريق يملك لاعبين مميزين فاكيد راح تكون مباراه مميزه وانا اتوقعها مباراه ان شاء الله تليق باسم كره الامارات وان شاء الله انها تكون فعلا كرنفال الكل يستمتع فيه ابو خالد نحن شفنا يمكن اللقطه الشهيره حق لقطه اليوم ميسي يوم خذ كاس العالم ولبس البشت وايضا شفنا مبادره من جماهير نادي العين باحضار البشت للاب هل راح نشوف البشت موجود في مباراه يوم غد؟ لا لا اذا نحن كذي نبغى بشوت حق جميع اللاعبين طبعا طبعا هاي ظاهره عالميه في كاس العالم ونشكر الامه العناويه على تجاوبهم على افكارهم ودعم بعض اللاعبين في في الفريق لكن ان شاء الله ان شاء الله بكره تعم الفرحه نحن اول شيء هدفنا الفوز ولا غير الفوز هدفنا فرحه الامه العناويه اللي اعتقد اليوم يعني خلنا نقول بصماتهم بدت في الملعب والكل يشوف يعني هذا الشيء مفخره بالنسبه لنا ان شاء الله ان شاء الله بكره نحن نقدر نفرحهم ونسعدهم ان شاء الله ويكون السوبر عناوي هل في اخبار يعني غيابات هل يعاني العين ام العين مكتمل الصفوف في مباراه يوم غد العين عمره ما عانى والله الحمد العين دائما مكتمل بغض النظر عن بعض الاصابات اللي لحقت بالفريق لكن الشباب كلهم موجودين وكلهم في حاله معنويه عاليه ان شاء الله وان شاء الله بكره راح يكون فعلا على قد قد المسؤوليه وان شاء الله راح يكونون فعلا خير من يمثل الشعار العناوي وان شاء الله نفرحهم ونسعد الامه العناويه شكرا لك الله خير يا اخوي بقيت مشكور حبيبي استعدادات كبيرة جدا وجدا من الفريقين بلا شك واحمد الشابسي لخص الحالة بالنسبة للعين وللامانه نتوقع اتوقع الحاله المعنويه للفريقين راح تكون بهذا المستوى واعلى على الجانب الشارقه كذلك كانت هناك زياره مهمه لاحد الاقطاب الشرقاويه لنادي العين وممثله بالشيخ احمد ال ثاني اللي زار الفريق والتقى الفريق في مرانه قبل الاخير لكذلك يعني بث كثير من الهمه وعلى الجانب العيناوي كانت هناك بلا شك زيارات مماثله وكانت هناك زياره من يعني الشيخ سلطان بن حمدان الهيان لكذلك يعني بث الحماسة في الفريق أبو محمد على جانب التوقيت يعني البعض يختلف يقول لك اعتدنا السوبر يكون في البداية علما أن الآن كثير من الدول بدأنا نشاهد السوبر ينتقل من دولة إلى أخرى عطفا على مجال الجو يعني يعني السوبر السعودي تواجد في لندن في أكثر من مرة أكثر من سوبر تواجد عندنا في دولة الإمارات أنت شخصيا شو تفضل انا اعتقد مباراة باشر حتكون بروفة جميلة جدا للجميع انا ليش افضل دائما ان يكون في الفترة هذه لسبب واحد اولا انت تقدر تعمل فعاليات مصاحبة لان الجو يسمح نعم ان عملت مع بداية الموسم لازم يكون جوك يكون يعني جو مناسب بحيث ان انت تقدر تعمل فعاليات المصاحبه، تعمل هالشغلات هذه اللي هي اللي نسميها الاضافات اللي موجوده مع المباراه، الان لا انت تقدر تعمل فعاليات المصاحبه بشكل مرتاح جدا، ثاني شيء الفريقين في حاله بدنيه ممتازه جدا وهذا شيء مهم. ثالث ثالث حاجه الجمهور يكون الجو جميل حتلاقي الاستقطاب الجماهيري الحضور الجماهيري كبير حيكون كبير جدا يعني معناته المناخ حيكون ممتاز جدا من كل الجوانب الحاجات اللوجستيه للمباراه حتكون مهيئه الامور كلها الجوانب لذلك هذا سيسعى الى ان يرفع من الجانب صحيح. الفني للمباراه انا متوقع مباراه باكر عطفا على اللي قلناه من فعاليات من جمهور من تسليط اضواء من كذا حتكون واحده من اهم واجمل المباريات حاجه مهمه جدا نعم مساله الضغوطات هذه الضغوطات موجوده على كل فريق مثل ما ذكر ابو عبد الله هي نسبه وتناسب نعم تعتمد بس انا اقول ان اللعيب الدوليين الموجودين واللعيب الكبار اللي هم اصحاب الامتياز مثل ما نقول احنا اللعيبه اللي عندهم خبرات دوليه كبيره صحيح وغيره تستطيع ان تتعامل وتتفاعل بشكل رائع مع مثل كذا مواقف صحيح لان عنده تجارب يعني اليوم لما تمسك اي لاعب من اللعيبه الكبار اللي عندك كلهم ان كانوا اللعيبه الدوليه اللي من برا او اللعيبه المحليين اللي موجودين حتلاقي كم مباراه دوليه عنده كم مره خاض مثل هذه المباراة حتى المدربين لما تيجي تشوف كوزمن نعم خامس نسخة الآن، أوكي؟ صحيح. لما تشوف الثاني اللي هو روبروف حتلاقي عنده ثاني نسخة، النسخة اللي في بلده مع دين وهذه النسخة الأولى هنا في الإمارات لكن الثاني في تاريخه، معناته أن كل الضغوط هذه تعامل معها وتفاعل تاريخ كبير نعم صحيح وبالتالي الامور راح تكون ان شاء الله جيده يعني. باذن الله طبعا هذه الصور واللقطات اللي تاتيكم من منطقه الفعاليات الخاصه في المباراه واللي تم يعني افتتاحها واستقبال الجماهير ما قبل المباراه واللي راح تكون يعني مركزه بشكل كبير في يوم الغد كابتن عبد الوهاب فنيا شو نقدر نقول عن هذه المباراه وكيف ممكن نقدر نشاهد الفريقين غياب مهم في نادي الشارقه كذلك على على مستوى واحد من ابرز اللاعبين تحدث عن بيانيتش فريق العين مكتمل الصفوف يخوض المباراه برتم تصاعدي هل ينعكس الرتم التصاعدي في الدوري على فريق مثل العين وهل خساره الشارقه الاخيره امام خورفكان تؤثر في في هذه المباراه؟ شوف اخ ابراهيم يعني احنا من نتحدث على فريقين يعني كبار ذولا مهيئين من بدايه الموسم. نعم ولذلك انه الاختيارات استقطاب اللاعبين المميزين العناصر الجيده، التوليفه، طريقه اللعب هذه كلها من بدايه الموسم الى ان وصلوا لهذه المرحله. صحيح. الان مثل ما تفضل ابو محمد الان الاجواء كلها مناسبه للفريقين يعني. الجو على مستوى لعيبه الفريق في الفورمه المدربين ايضا كل مدرب عرف طريقة اللعب للفريق الآخر قراءات ولذلك أنه نقول أنه أنت يجب أن تضع التوليفة المناسبة أما لاعب يغيب عن الفريق نقول هذا راح يأثر أنا ما أعتقد لأن كثير من الأوقات كثير من اللاعبين غابوا ولعيبة مميزين كانوا نعم. لكن ما أثروا على الفريق المدرب يجب أن يضع التوليفة فريق مثل الشارقة العناصر اللي موجوده في الدكه من عثمان كماره بعض الاحيان اليوان يقعد في الدكه بعض الاحيان يعني ماجد حسن ماجد حسن ماجد حسن, ماجد حسن يعني ماجد ماجد اللعيبة على مستوى عالي عندهم امكانيات وقدرات انا انا في هذه اعذرني لازم اخذ مع ابو عبد الله شوف الحين ابو عبد الله يتكلم عن دكه الشارجه طيب في المقابل يعني عفوا سؤال كابتن اذا قاب لابا عن العين في هذا التوقيت نقدر نقول لابه غير مؤثر لا شوف اكو اكو اشياء الامور يمكن لا شوف احنا خلينا نتكلم بواقعيه لا العين لابه هذا واقع الان العين لابه طبعا انا يعني لابه اذا ما كان في يومه رح العين يضيع راح اتكلم احنا نتكلم الان لابه في افضل حالاته صحيح احنا ما نقول باليوم في يومه او في المباريات اللي لعبها لابه الاخيره الخمس مباريات هو اللاعب الاميز هو اللاعب الافضل هو اللاعب المؤثر هو اللي صاحب والله كابتن يمكن من خمسين مباراه لا خلينا نتكلم على صحيح امور اخرى احنا من يا العين مو في يومه كابتن <applause> <applause> لا احنا نتكلم اليوم إحنا نريد اليوم اللعيبه اللي يمثلون خلي يبتعدون عن هذا الجانب يعني عندك ارك سفيان كايو اللعيبه اللي هم يمثلون داخل الملعب احنا نريد جماليه كره القدم ما نريد انه الوقت يهدر على تمثيل بسقوط بتمثيل طيب. ما هاي الامور حقيقه ان يجب ان نبتعد عنها نعم. ولذلك انه نريد كره قدم حقيقيه تمتع الجماهير اه ترتقي بالمستوى العالي اكون احد يشاهدك هاي المباريات تنقل لقنوات كثيره صحيح فيجب انه في هذا الوقت المناسب في هذا الجو الممتع نعم في اللعيبه الان في قمه عطائهم في مستواهم الحقيقي اللي متصدر او الثاني او او القريب يعني قريبين 34 نقطه صحيح الكل متواجد في نفس صح لا؟ صحيح فيجب الان انت عندك الادوات موجوده لكن الجزئيات اللي هي تفرق في كره القدم نعم انا عندي قراءه مثلا المهدي المبارك شوفه داخل الملعب وين يستلم الكرات يستلم خلف قلبي دفاع العين هذا لاعب غير مؤثر فهذا يعتبر نقص في فريق نادي العين نعم ولذلك انت تقرا منا المباراه تقول انه المباراه راح تميل الكفه لهذا الفريق بعدم وجود لاعب في نقص موجود فهنا طبعا المدربين هم كبار اكيد يجب انه قراءتكم تكون مميزة عندك مثلاً لاعب مثل جوناثان لاعب في العين صحيح لاعب يلعب في آخره 15 دقيقة مؤثر جداً في الفريق نعم فالفريق يعني يمتلكون دكة على مستوى عالي أكيد بلا شك نعم فنأمل إن شاء الله بإذن الله أنه المدربين يستعملون الأوراق المؤثرة والفاعلة بالفريق لأن الكرة القدم راح تحسم المباراة بكرة تحسم في ال 15 دقيقة الأخيرة طيب من المباراة بلا شك نعم. نذهب إلى الزميل علي الكلباني اللي تواجد في منطقة الفعاليات واللي راح ينقل شيء تشويقي لجماهير يوم قد علي الصوت صورة لك تفضل نعم تحياتي لك زميلي إبراهيم الزعابي رجعنا مرة أخرى من منطقة الفعاليات أمانةً إعلامي متميز في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في طبعا الإذاعة والتلفزيون جمال الملة أحد من روج لكأس السوبر وكان أحد سفرائها في كل يعني زاويه وفي كل مكان امانه لقيناه جمال راح فيك عبر قناه الشارقه الرياضيه زميل في هيئه الشارقه زميل متميز متالق أه نبغيك تكلمنا عن كواليس وخفايا كاس السوبر اللي يمكن نحن ما شاهدناها يعطيكم العافيه على الجهود اللي تقومون بها الله يعافيك الزميل كلباني وتحيه ايضا احيي الزملاء في الاستوديو هناك في قناه الشارقه الرياضيه السوبر هذه السنه واضح انها تجربه مختلفه تماما وهذا دليل على ان كره القدم الاماراتيه تتطور في جميع النواحي والسياقات عاما بعد عام والفضل لله وطبعا التحيه تحيه شكر كبيره لرابطه المحترفين الإماراتية اللي تقوم بدور كبير كاس السوبر هذه السنه الحمله الاعلاميه رافقتها حمله استثنائيه الحمد لله اشكر الله واشكر الناس اللي اختاروني لاكون جزء من هذه الحمله التوفيق كله من الله ولكن المباراه ايضا استثنائيه تتكلم عن اثنين من اكبر الانديه واكثر الانديه شعبيه في الامارات لا. نادي العين ونادي نادي الشارجه لذلك من الصعب جدا انك تتوقع اللي بيفوز في هذه المباراه ورافق ذلك هذه الحمله الكبيره وبتشوفون باذن الله حفل افتتاح رهيب رهيب جدا ان شاء الله في استاد المكتوم في نادي النصر استثنائي جدا لمباراه استثنائيه نعم شوف هو دائما عودونا رابطه المحترفين الاماراتيه امانه بقياده يعني سعد عبد الله الناصر الجنيبي وبقيه نعم. طبعا اكيد الاخوه المتواجدين في قسم الاعلام وان كانت اقسام اخرى يبدعون دائما نعم. ونحن مو مستغربين من هذا الكرنفال او العرس الرياضي اللي قاعدين نشاهده، اليوم الصدى اللي نحن شفناه لكاس السوبر ليس في فقط دوله الامارات وليس في الوطن العربي بل على المستوى العالمي، يعني في احد كذلك يعني يعمل مثل ما تقول ولربما يعني ما يظهر على الشاشه، صحيح. نبغي نعرف الخفايا الاكثر. الجنود المجهولين مجهولين لانهم يريدون ان يكونوا كذلك، نحن ما نقدر نفصح عن اسرارنا كلها لكن غدا ان شاء الله الموعد الكبير راح تشوفون مفاجات كبيره من رابطه المحترفين الإماراتيه وراح نشوف مفاجآت كبيره ايضا من ناديين وفريقين كبيرين الشارجه والعين ان شاء الله باذن الله نتمنى لك التوفيق بس شو رايك شوي نرجع ورا هي التلبان. ها الحركات هذه ما نباها ها, ها نحن على الهوا الحين نحن, نحن على الهوا هي تونا رسميين ونسولف مش حالاتنا خلصنا خلاص خلصنا بس. 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 فكرت خلاص فكرت الهوا خلاص شو شو الحين هذا الزين كله لا تلمس الكاس ليش يقولون لي يلمس الكاس ما يشيله زي بابوسه لا ولا <تصفيق> <تصفيق> لا يا ولد شوف بعد انت وين تشجع؟ شوف الشارجة شرجاوي ها؟ آه شرجاوي لا تبوس الكاس يعني لا ألمسه؟ ولا مره ابد اللي يلمس الكاس قبل المباراه معروف يعني <applause> <applause> حلمي <applause> شو يصير؟ <applause> الفال مو بطيب شي الفال مو بطيب؟ روح انت الحين لازم تتصرف سوي آه. شيء اوكي اي <applause> توضى شيء ما ادري تصرف يمين يسار قصدك يا ولا الشارجه؟ ايه هني الشارجه وهني العين قال وايد كلام خطير زميلي ابراهيم زميلي ابراهيم نطلع احيانا عن يعني للا للا للا. يعني مقابلات الرسميه ايه شوي 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 شوي, شوي بس ونعيش الاجواء الحلوه <applause> حبيبي اهم شيء اهم شيء اللعب النظيف نعم. التشجيع النظيف نعم. كره القدم للمتعه وليس للتعصب الفريقين كبار وبيقدمون افضل ما عندهم نعم. غدا ان شاء الله والجمهورين جماهير مثقفه جماهير تحب كره القدم خلونا نوري العالم كرة القدم الإماراتية في مباراة كبيرة اللي هي مباراة السوبر. وكذلك مرة ثانية نقول شكرا لرابطة المحترفين الإماراتية، يعني الحملة جميلة جدا، لا للتعصب، شجع بروح رياضية. نشكركم دائما وابدا، زميلي إبراهيم تعود لك الكلمة. شكرا علي بلا شك استعدادات كبيره وكبيره جدا لهذه المباراه قادها شباب البلاد من خلال عمل كبير وكبير جدا وفرق عمل مميزه للامانه نتمنى لها التوفيق في مباراه يوم قد وتطلع بشكل مميز باذن الله يعني تثمينا لجهودهم الكبيره نحن امنياتنا بالنجاح والنجاح الكبير وراح نرافق هذا النجاح باذن الله وصولا الى الفريق المتوج احمد في هذه الليله خلاص الامور مختصره خلينا نقول الكلام خلص وباقي افعال اللاعبين قبل بدايه المباراه شو ابرز ما يقال للاعبين يعني لهذه المباريات وهل في رسائل خاصه تقدم للاعبين معينين في الفرق يعني اليوم انت كاداري ممكن تجتمع مع الفريق ككل ولكن دائما في رسائل خاصة قد تكون لبعض المفاتيح اللي موجودين عندك في الفريق عبد الرحمن المباريات هذه تحضيرها ما يكون ليلة المباراة نعم حتى الكلام يعني الجانب الإداري أقصد أن يكون قبل ثلاث أربع أيام أنك أنت تقدر إذا عندك بعض التعليمات اللي توصلها للعيبة وبعض الأمور الخاصة لكل لاعب لكن يعطى هني المجال الكبير لمدرب الفريق خاصه انت في مراحل من مراحل الدوري احيانا المباراه تكون مضغوطه المساحه تكون تكون قصيره ما بين المباريات لذا لابد ان يكون الجانب الفني يكون من ناحيه اكبر لان اللاعبين من الناحيه البدنيه جاهزين ناحيه النفسية نعم. كل العوامل هاي تكون تكون جاهزه خاصه حاليا يعني مع التقنيات المتطوره المدرب يعني إلى من المساعدين اللي هم في عملية التحليل و وتصوير الفريق المنافس من من البداية للنهاية يعطيك نعم. تشكيلة الفريق المنافس المسافة اللي هي ما بين الخطوط المسافة بين الخطوط المسافة نعم. بين المدافعين طبعا اعتذر حميد هذه الصورة قبل قليل تأتينا المدرب كوزمين واللي هو يعني دائما اعتدنا منه الهدوء التام في مثل هذه المباريات يتعامل موقف بشكل يعني سلس وسلس جدا واكيد من المدربين الكبار اللي في دورينا واللي حققوا كثير من النجاحات هذه الصور كذلك للاعبي فريق الشارقه وبعض التدريبات اللي اقاموها على ارضيه الملعب تفضل حميد طبعا فالصوره تكون واضحه للاعبين والمدربين بشكل كبير المسافه بين الخطوط المسافه بين اللاعبين في خط الدفاع مثلا الكرات عدد اللعيبه في الهجمه المرتده خاص وعدد اللعيبه في الارتداد طريقة ارسال الكرات الطويله الاماكن الفاضيه المساحات هاي كلها يمكن احيانا في بشكل عام المشاهد ما يشوفه ولكن في مختصين يعطونك نقاط الضعف ونقاط القوه للفريق المنافس لذلك يعني اللاعب عنده مخزون يعني كبير من المعلومات وصور يعني واضحه قدامه لتحركات الفريق المنافس خاصة بشكل عام او اللاعب المقابل اللي يقابله بشكل عام كيف تحركاته لذلك يعني امور يعني لابد ان اللاعب يكون مركز من صحيح بداية المباراة لنهاية المباراة و ويكون يعني متوقع اي مفاجأة تحصل لان مثل هالمباريات هذه ممكن كرة ثابتة تنهي المباراه اذا 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 عملت بطريقه يعني فيها خداع وفيها يعني يعني استغلال مساحه معينه للفريق المنافس كل شيء واضح بالنسبه للمدربين الاثنين يعني شخصيه المدرب مثل ما شفنا في الصوره مثل السيد كوزمو ولا مدرب العين روبروف يعني شخصيه المدرب دائما تنعكس على اللاعب نفسه اذا كان المدرب مشوش او إن في نوع من الخوف او الغلق ترى الصوره هي تنعكس على, على اللاعبين لكن خبره المدربين الاثنين اتوقع ما توصل الى الى هذه المرحله ايه اكيد لان لان, لأن اسماء كبيره انت تطالع لأ... من تو يعني عفوا قاعد يقلب في تليفونه ويراوي اللاعبين التليفون يعني كان الامور طيبه يعني مباراه وبنخوضها الـ الـ طبعا احيانا بعض المدربين بعد حمان يونك يجيك المدرب نفسه ويقول لك انت كلاعب مباراه مهمه او نهاية يقول لك انت خايف <applause> انت كذا فهذا يعني في في انواع من المدربين ممكن يستخدمون هالاسلوب على اساس ممكن يطلعون شيء من عندك انت كلاعب ولكن اللاعبهم يعني الامور كلها واضحه قدامهم باقي العامل النفسي والذهني دائما لابد لا دا. ان عقل اللاعب يعني لانه صحيح. يرتكز على عقله يمكن 80 90% صحيح. العقل والقوه الجسمانيه بعدين اكيد اكيد نوه كذلك مشاهدينا الكرام فيما يخص اللاعب بيانيتش نادي الشارقه لم يعلن عن غيابه او اي عن خطه علاجيه شوهد اللاعب في التدريبات الخاصه في المجموعه في الصاله ولكن هل هو متعافي هل سيشارك هل ستكون له دقائق ام لا حتى الان لا احد يعلم ذلك ابرز ما قيل لنا في هذا الجانب ان اللاعب في مرحله التعافي ولكن هل ستساعد اللاعب في التواجد ولو لدقائق معدوده علما انه تواجد على فكره في في مباراه كاس رئيس الدوله وكان يمر بنفس الظرف تقريبا وكان واحد من من الاسرار اللي اللي حقق كذلك فيها الكاس فريق الشارقه اذا حتى الان الامور بالنسبه لهذا اللاعب هي امور غير واضحه لم يتم اعلان مده الغياب، لم يتم الاعلان عن حجم الاصابه وماذا تحتاج من تدخل الإصابة هي على حسب مقربين جدا من نادي الشارقة في مرحلة التعافي الأخيرة إذا هل سيمنح دقائق ولا لا هذا راح نعرفه في مباراة قد عصام أنت مع أن يعني أنك تلعب بكل هذه الأسماء يعني بيانتش الآن أنت تحتاج في هذا التوقيت ممكن يمنح دقائق في المباراة على حد يعني ما نشاهد من موقف لأن حتى الآن ما أعلن عن غيابه وشاهدناه في أكثر من صورة متواجد أبو عبد الرحمن أعتقد الإصابة اللي, اللي, مر فيها ما ما ما, ما تسعفه ما, ما, تسعفه بعدين أنا لعبة خمس دقائق عشان أخسرها موسم كامل حتى لو كان نهائي يعني المدرب أو الإدارة لاعب بقيمة بيانيتش ألاعب هذه المباراة وعندي دوري وعندي كاس أبو عبد الرحمن ما أعتقد صعبة ها صعبة جدا وخاصة أن البديل عندك هذه لو آخر مباراة في الموسم بقول ما عليه يمكن بعلاج مكثف، يمكن ببرد مخدر، يمكن يمكن الى اخره، طيب ممكن يروح لها يمكتر. حلول يعني لها حلول ولكن انت عندك بعد الموسم ما خلص، عندك بطولتين، اهم بطولتين في في الموسم عندك، اما بالنسبه لفريق الشارجه انا تكمل لكلام الكابتن ان 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 الواقع يقول ان دكه الشارجه افضل. طيب طب نقول اللعيبه الدوليين اللي في في منتخب الامارات واللي يلعبون اساسيين موجودين في الدكه اصلا. طيب فعنده خيارات السيد كوزمان وكابتن كابتن كذلك قال ان العين الان لعبة تتفق معه كذلك في حد اصلا بيختلف في الامارات؟ عشان انا ما اتفق؟ <applause> انت عصام ترى شوف الحين مركز على دكه الشارجه ومودنا بعيد عن نادي العين فيما يخص اساسا اساسيين العين اساسيين العين يتمنونهم مش في اي نادي أوه يعني عاملين فرق كبير كبير صحيح دلوقتي. صحيح اتفق وياك 100% انت بليمية. قد تاخذ دوري من خلال عفوا عدم استعانتك بالدكه الا بلاعب صار وصلنا في الاستديو دائما نقول ان الدكه لها دور ابو عبد الرحمن أكيد لها ببشر. دور كبير، انت تخيل اصابه اي لاعب من اللي ذكرناهم واللي زينين صحيح منو منو اللي تتوقع في العين؟ انت اصلا تعرف اساميهم اللي في العين؟ دكه ما بتعرفهم نعم صح ولا لا كابتن؟ يمكن كابتن ما تعرفهم، انا اعرفهم لانهم كانوا في المراحل عندي. نعم. لكن لكن جوناث من ثلاثة اسابيع مو موجود. يحيى مصاب بس متواجد يوم اكيد اذا المدرب يجازف فيه بيحطه دكه. عيسى يحيى المصاب. مصاب دكه يروح؟ مصاب لا يروح دكه يعني ما, ما. ممكن عنده زياده المدرب والطبيب دائما يعطي المدرب لين الصبح ركبتني عرف نعم. لين الصبح يقول لك انا اخر تست عندي انت انت بمعرفتك يتواجد في في دكه البدلاء على الاقل لا الدكتور يقرر لا انا انا الحين اتكلم يعني من خلال انت اذا اصابته تسمح انت هناك بينج طلعته خلاص قلت لي لا هي مو موجود وياهم صحيح انت الان بالنسبه لي يحيى نادر يحيى هي اذا الطبيب قال يقعد يقعد وهناك اذا الطبيب قال يلعب يقعد بعد طبعا بس هو مايا بيانك مايا وياهم نعم يمكن يعني هم حاطينه هناك تدرب بروحه لا يمكن ما طلع يعني في الصوره, يمكن في الصورة <applause> آه يمكن ما طلع في الصوره لا انا سالت عنه قالوا لي مو موجود انت <applause> 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 سالت عنه <بيانتش> قالوا <applause> يعني ايضا تكمل الكلام كلام الكابتن حميد والكابتن يعرف كل ما يقل العد التنازل المباراه يقل الكلام صحيح بصراحه حتى في غرفة طيب الاجتماع طيب أنا أنا بنوه لك عصام أنا السبب في الكلام ترى كاس رئيس الدولة الموضوع كان مكرر بيانتش ما كان موجود إلا في الملعب هي بس إصابته كانت من ثلاثة أسابيع كل الصور الرحمن. ما كان موجود مو بخمس أيام إصابته طيب. كانت من ثلاثة أسابيع والله ما شاء الله عليك حافظ بعد متى الإصابة هي هي إصابته كانت أسبوعين طيب. ثلاثة أقل شيء فد أسبوعين أو ثلاثة طيب. هو هو كابتن حسب اللي يعني المصادر المطلعة أنه خلينا نقول تمدد في العضله وسببت له بعض الالام وفي مرحله التشافي هذا اللي نملكه مش بشكل رسمي علشان ما ننسبه للاخوه في الشارقه نعم ابو عبد الرحمن جنوتات ما كان موجود يحيى نادر صحيح عندك فراح عندك عيسى خلفان عندك عندك عمر سعيد عندك محمد احمد عندك رافائيل عندك سعيد احمد طيب هل هذا الدكه توازيها بدكه الشارجه كل الاحترام لهم وكل جميل التقدير جميل ولكن التغيير ايضا ايضا ابو عبد الرحمن بس نقطه بالنسبه للعمل للعمل الاداري ان الكلام الكلام ترى يقل مثل ما قال لك الكابتن احمد ايضا وايضا في الاجتماع صحيح في مدربين انا يعجبوني المدربين يدخل لأن اريد يعطيهم كل شيء هذه التشكيله اللي بتبدا في مدربين قبلها يقولون حق اللعيبه ان انا بريحكم مثلا أدخل كاي التشكيله هاي طريقة اللعب نعم. عنده شيء عشر دقائق والسلام عليكم صحيح طيب بنذهب من جديد للزميل علي الكلباني وبعدها بنعود إلى نعم شكرا لك زميلي ابراهيم الزعابي ما زالت التغطيه مستمره لهذا الحدث الاستثنائي كاس السوبر الاماراتي ما بين الزعيم وما بين الملك ومعانا طبعا احد الاخوه المتواجدين من رابطه المنتخب البحريني الاخ نواف نرحب فيك في بلادك الثانيه ونقول لك الحمد لله على السلامه واعتقد اليوم انت طبعا متواجد هنا من طبعا بطلب من مكتب شؤون الجماهير العيناوية نبغى نعرف وهذه تقريبا أول تغطية لك صح في في الإمارات أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الإمارات شكرا على حسن الاستقبال والضيافة مو غريبة عليكم جينا من البحرين مساندة إلى نادي العين وجماهير نادي العين إن شاء الله الله يوفقنا وياهم شكرا جزيل الشكر على ثقة مكتب شؤون جماهير نادي العين برئاسة أخونا أحمد الكعبي على دعوته لي شخصياً وهذا اللي أعتبره وسام على صدري وإن شاء الله نشكل صورة حلوة على مدرج نادي العين. نعم. أنا نواف يعني ما أعرف يعني أقول لك خايف عليه. لا حبيبي شوف. أنا جاي عشان جماهير نادي العين. هي. شيء ثاني. جاي يخرب حلمتك بس. جاي خرب حلمي. حاط بالي وبالك من البصرة. هي. حاط دوبك في دوبي من, من البصره. من البصره، من البصره، من البصره، من البصره. ها؟ وبكره شنو راح اقول لك؟ ها؟ في اغنيه حلوه انا اقول لك ها. عدل, عقالك عدل عقالك زين عدل عقالك زين يا ابن الحموله يا ابن الحموله حبيبي القلب حبيبي. 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 حبيبي وفجير ان شاء الله, إن شاء الله بإذنك آه بإذنك. نواف انت صراحه يعني من الاشخاص او يعني المتميزين امانه في هذا اعتز فيه باكر ان شاء الله صدقني هو الفوز واحد سواء كان للشارجه او للعين هو الفوز واحد في النهايه نحن نستمتع ومثل كاس السوبر يعني يجمع دول الخليج دائما في هذا الحدث الكبير شكرا لك نواف نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم جميعا شكرا للامارات شكرا لك حبيبي اذا زميلي ابراهيم الزعابي نواف طبعا قائد او رئيس رابطه المنتخب البحريني متواجد لمسانده الزعيم العناوي ان شاء الله باكر في نادي النصر وفي كأ راس السوبر الاماراتي نتمنى له ان شاء الله انه يعني تكون له اقامه سعيده في بلاده الثانيه وان شاء الله يعني انا قلت له خايف عليك. عندك الكلمه زميلي. شكرا طيب. علي بلا شك حضور جميل جدا من الجماهير والجميل في هذه الفتره ان يعني اماره دبي ودوله الامارات مقصد لكثير كذلك من السواح وفي منهم رياضيين احيانا نحن لما نسافر للسياحه نشوف شو المباريات الموجوده في البلد هذه ونحضر من باب حبنا للرياضه واكيد في جماهير موقته كذلك بتوقيت هذه المباراه راح تحضر بلا شك نهائي كبير جدا مرتقب راح نتابع تفاصيله من خلال هذا التقرير ونعود لنعقد أقل من 24 ساعة من الآن صافرة بداية السوبر ستكون حاضرة في استاد المكتوم عندها لغة التاريخ والأرقام تتوقف والتوقعات تبقى تحت رهن أقدام نجوم الزعيم والملك تتوقف التكهنات أيضا وتبدأ المواجهة في سباق زمني مدته 90 دقيقة من اجل حصد لقب اخر قد يكون من نصيب الامه العيناويه او يفرح به مدرج الاوفياء. على ارضيه الجوهره الزرقاء كوزمين سيرمي بخططه وفكره التكتيكي على المستطيل الاخضر ومن هناك الاوكراني سيرجي ريبروف سيكون حاضرا من اجل تقديم ما هو مقنع مع البنفسج وما يشفع له بخطف الكاس. في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت جماهير الكرة الإماراتية ستكون مع موعد خاص وهو لقاء غني عن التعريف بدليل مواجهة الشارقة والعين عبر سنوات وسنوات وبغض النظر عن وضعية الفريقين النفسية والبدنية وما يسبق لقاءهم تبقى قمة الأبيض والبنفسج متفردة ولها طعم آخر عند جماهير الفريقين وحتى عشاق الكرة الإماراتية في الدولة وخارجها قبل اللقاء قد يبدو دافع سيرجي ريبيروف اكبر من اجل تحقيق اللقب للمره الاولى في تاريخه الشخصي على عكس حصيله القيصر في هذه البطوله المحببه بالنسبه له وهو من خرج متوجا منها في اربع مناسبات وعليه فانه حامل الرقم القياسي فيها ويتطلع الى تعزيزه بلقب اخر هو الاول له مع الملك على مستوى هذه البطوله. إذن ساعة تفصلنا عن بداية النسخة الخامسة عشرة من السوبر التي ستكون مثيرة ومبهرة من دون شك. نعم اقتربنا من ساعة منتصف الليل هنا في دولة الإمارات وما زالت الأعمال على قدم وساق لتقديم هذه المباراة الكبيرة والكبيرة جدا لجماهير دولة الإمارات العربية المتحدة كأس السوبر اعتدنا أن نشاهده بأقل حدة وخاصة مع بداية الموسم ولكن في هذا الموسم واضح لي أن كل البطولات مهمة ومهمة جدا لكافة الفرق أبو محمد كيف أصبحت كل البطولات مهمة ومطلب لكل الأندية سابقا كاس الرابطة البعض كان يعني يضحي بالكاس مبكرا لكن في هذا الموسم وتحديدا من موسمين إلى ثلاث شاهدنا أن كل المباريات أصبحت مطلب كل البطولات أصبحت مهمة كل الألقاب أصبحت يعني مطمع للأندية للحصول عليها أبو عبد الرحمن شوف لازم نعرف شغله ان الانديه تقيم على الالقاب والبطولات نعم اليوم كاس السوبر مباراه لكن في النهايه لقب صحيح كاس رئيس الدوله قد يكون البطوله الاقصر لكن في النهايه كذلك لقب بطوله الدوري هي البطوله الاطول والاقوى لكن لقب انت تخيل تتخيل اليوم لما تكون انت موجود مثل حاله الشارجه والعين ان موجودين في صلب المنافسه في كل بطوله فهذا يوريك مدى قيمه الفريقين مدى قيمتهم الفنيه الجماهيريه هالاعتبارات ما بالك اذا كان الفريقين يرغبون في القاب وبطولات معناتها هذه اضافه لرصيد من البطولات بطوله اخرى صحيح فاليوم الشارجه يبحث عن لقب ثاني على مستوى السوبر الشاء العين يبحث عن لقب رابع على مستوى السوبر شوف الالقاب الاخرى اللي موجوده لما تقعد تجمعها دوري كاس سوبر على مستوى الفريقين حتلاقي هني قيمه قيمه الفريق مو بس بلاعبينه لكن قيمته بالقابه قيمته بتاريخه اليوم لما تي تاخذ مثلا سي من الـ من الانديه وتراجع وتشوف تلاقي انه الهستري ماله انه هو عنده بطوله الدوري كذا، بطوله الكاس كذا، كذا، السوبر كذا، البطولات الخيريه الثانيه هنا تحس ان هذا الفريق يمتلك قيمه صحيح. قيمه فنيه بحكم الالقاب، والالقاب ما تي من, من 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 فراغ، الالقاب تي من خلال جهد كبير جدا جهد لاعبين، جهد اداري، جهد فني، جهد مدربين، يعني معناته مجموعه في النهايه هي عطت لقب لهذا النادي احب بس اقول على شغله واضيف على كلام ابو عبد الله وابو يوسف وكابتن ابو سيف اخر يوم يعني مثل باكر مثل باكر هنا اللحظه هذه يسمونها لحظه الصمت او ان فيها قمه التركيز عند اللاعبين يوم يقول لك ان ان يقل الكلام نعم يقل الكلام لان هنا انت تخلي التركيز عند اللعيبه، لا تتوجه توشوش اللاعبين، انا كاداري اي او ك عارف رئيس النادي اي ومش عارف مين اي والمشجع الفلاني اي والشخصيه الفلانيتي، لا هؤلاء قد شوشون على اللعيبه، لذلك من باشر من يصبحون الصبح من الفطور الى قبل المباراه مدرب ولاعبين عشان يكون التركيز عالي جدا صحيح. عند اللاعبين ويتم وبالتالي حنشوف عطاهم نعم افضل في في أكيد. المباراة يعني حميد التسويق الكبير لهذه البطولات كذلك قدم واضاف قيمه كبيره للبطولات وجعل الفرق تتنافس عليها بكل قوه اصبح التضحيه في اي من بطولات الموسم غير وارده تماما لأيمن من فرق دورينا وهذا ما شاهدناه من جديه كبيره في خوض كل المباريات طبعا ناهيك عن القيمه الماديه التتويج بحد ذاته ببطوله هذا شيء كبير بالنسبه لاي نادي لذلك حصد الالقاب اهداف يعني موضوعه من بدايه الموسم لتقريبا اكثر من نادي او اقول اربع خمس انديه حاطه اهدافها تحصد الالقاب صحيح. في بداية في الموسم هذا وتحسب البطولات وكل كل نادي يعرف البطوله اللي متجه نحوها يعني بكل قوه احيانا فريق يقول لك انا ابغي الكاس فريق يقول لك الدوري لان الامور هذه كلها محسوبه التتويج شيء باللغب شيء طيب بس قبل ما اختم ابو عبد الرحمن إذا نعم. تسمح لي بس رساله فضل. بسيطه وسريعه لجماهير الفريقين الفريقين تراهم مؤهلين انهم يفوزون في في مباراه باجر لذلك التشجيع المثالي مطلوب التحلي بالروح الرياضيه بعد المباراه تقبل الفوز او الخساره بصدر رحب صح. هذه مباراه وبطوله خاصه والفريق الفايز مبارك للفريق <applause> هذا نقول له حظ اوفر ان شاء الله في البطولات القادمه لذلك التحلي بالروح الرياضية شيء مطلب في مباراه باكر عصام عندك اضافه نعم ابو عبد الرحمن اضافه الكلام <applause> اللي قال ابو يوسف البطوله الوحيده من الاربع بطولات اللي انت غصبا عليك بتلعبها انت مجبور تلعبها لانك بطل كاس بطل دوري صحيح ما في خيار البطولات الاخرى ابو عبد الرحمن عندك خيار في مدربين يقول لك يا اخي انا الدوري بعيد عني أضيح اضحي باللعيبه وانا عندي نهائي كاس والعكس صحيح ان انا عندي نهائي كاس والدوري بعيد عني او الدوري مثلا انا اقرب لي والكاس المصرف مثلا مش مهم بلاعب الصف الثاني في خيارات ولكن في فرق لا انا ادخل هذا الدوري اسيا الكاس فيها درجات لكن هذه البطوله الوحيده اللي انت ما تقدر تقول انا بلعب ولا ما بلعب فيها لأنها لانك انت اصلا متوج بطل دوري او بطل كاس بوسيف ختاما في حلقه اليوم المدربين كذلك لديهم سجل ويحبون المدربين أن يضيفون دائما البطولات لسجلهم انت واحد من المدربين اللي اضيفت لك كذلك بطولات وحققت بطولات في تاريخك الكبير الممتد في دوله الامارات الان الكل يربط اول بطوله كاس رئيس الدوله دخلت لانديه ابو ظبي من خلال الكابتن عبد الوهاب عبد القادر وهذا يجعل لك كذلك إرث أنت كشخص ومدرب قضيت سنوات طويلة هذا ما يطمح له كذلك المدربين ودائما المدرب يكون له تحدي هو وفريق عمله لأن تدخل في سجله التدريبي أخ إبراهيم هي البطولة أنت تضع الهدف من فترة الإعداد نعم كمدربين من المفترض يضع الهدف من فترة الإعداد ويبدأ حتى في المباريات في التدريبات اليومية تضع الشروط متى انت توقف التمرين متى انت ينتهي التمرين وتقول هناك ثلاث دقائق نعم الفريق الاساسي انت خسران ثلاثه شوف ثلاث دقائق تقدر تجيب هدفين هنا انت تعيد نشاط الفريق ولذلك هذا من خلال التدريب ها؟ طبعا بس الحصه التدريبيه بسنا الوحده التدريبيه ولذلك اغلب الاهداف متى تجي؟ تجي في الفتره الاخيره نعم شوف الفريق الاخر لربما يصيب الاعياء، اللياقه البدنيه، الاخطاء تكثر فانت هنا تعيد نشاط الفريق. نعم. ولذلك انت كمدرب تقسم الوحده التدريبيه الى اقسام. فطبعا هذا الحديث طويل صحيح وإلى شجون لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله بكره نشاهد مباراه ترتقي بمستواها العالي باذن الله. انا انا وصلت الى نقطه الختام ولكن في الختام اريد توقع صريح، الشارقة قام الشارقه الشارقه من العين ابو محمد مباراه صعبه جدا توقع يعني تاريخك هذا اللي قضيته في التعليق على المعطيات اللي, اللي عندي اللي قدامي الشارقة عندنا اثنين الشارقه العين اكيد عصام بالنسبه لك انت العين تمني ايه توقع عطني واقع الان على ارض الواقع انت الان محايد العين حميد يوسف الشارقه من العين الشارجه ثلاثه الشارجه وواحد العيد انا بالنسبه لي محايد ما اقدر نتيجه لا 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 لا, لا لحظة, لحظه لحظه, انت يعني ورطتنا نحن طيب طلعت انت محايد انا بالنسبه, لي. إيه, بالنسبة لي ايه انا اتوقع ضربات الجزاء لا هو ودر حق تفوز فوز ما وصلنا لحظه لحظه وصلنا ضربات هو ما يقول ما يقول اسمه ركلات وصلنا ركلات هو محايد هو محايد انا بالنسبه لي اكيد واحد من الفريقين بيحقق البطوله انت ابو محمد ما اقدر انت استاذي ما اقدر اتجوز <applause> لا العفو بس لكن لي تعفيني بالضبط. عن عن الاجابه لا, لا ما عفيك انت الحين خليتنا احنا الاربعه نجاوب انا بوقف ويا عصام عيل احب اوقف ويا اللي يكون شوي خلني بقول لك اقل بالعدد هو 50 50 50 <applause> وصلنا مشاهدينا الى الى الختام بعد طبعا شكر ضيوفي محمد شكر وتقدير لك حياك شكر وتقدير لك شكرا الشكر وتقدير لك شكور يا ابو عبد الرحمن ابو يوسف الشكر وتقدير لك اشكرك على الدعم مثلا اشكرك شكر لك اما انتم مشاهدينا الكرام فما زال للموعد بقيه وفي يوم قد سترتسم ملامح هذه البطولة بدعمكم بحضوركم بمساندتكم ستنجح كل الفعاليات في دولة الإمارات عندما تقام مباراة كرة قدم أنتم من تضيفون لها الكثير والكثير إلى ذلك الموعد سنلتقي بلا شك بعد المباراة تقبلوا التحية إلى الملتقى